سوقنا غالي الحال الزيتون ياك اخويا سوق زايد 20000 على الزيتون المرجاني كيسهر عليكم وراه تاعب وكيخلي التجاره ديالو ماشي مشكل ودعموه بغينا المليون بغينا المليون يلا بابا المليون غادي يجي صايب احنا بثلاث ولاد 13 وانا الزيتون الله بارك ايه. الله بارك خير آه. خير مدير شي مدير امو هادشي كلشي بيوع دابا اللي غادي للدار البيضاء غادي اللي غادي للدروا برشيد غادي الخريفكا غادي للصاد هادشي كلشي بيوع دابا شي صباح الحال ما يبقاش هادشي كلشي تيدير دابا ما كاينش مريم تاو بيد عشرين قصيرة حتى حاجة دابا ما تصبح هادي مربوطين في الحياة لا سيدي لا لا تاع مولي دابا 324000 324000 مولا كاري قلت 324000 شحال 304 حداتو باطيه بلاتي الزيتوني ما حنا في التصوير الزيتوني المرجاني سرحت هاد القرليب بيو القر مليح اسيدي سوق ثلاث ولاد فيني ويستاذ زيتوني ودوارقه وناس فيني ثلاث الاولاد هذا ثلاث الاولاد فيني يا سيدي هذا سوق الثلاث الولاد في قلوب الصيد تعبير التليفون ما كيبينش احنا جايبين التليفون تاع الثمن الزيت اليوم تدوي عاودي هذاك الثمن الثمن شكون بوتوت شكون بوتوت شكون بوتوت راه تنوريو السلعه راه بوتوت خافوش صافي شو ما صافي
البشر موجود. وانت الاخر كيدخل كوالا. محمد محمد ما كاينش ثمن. لاباس لاباس حبالك في اليد باش. ايه هو راه باين. لاباس الكساب خسر محمد. يا الله حسن العود. الكساب محمد راه الخلاف. خيشات ودي خلي ديال الثمن ودي وحده داريه وحده نخال وحده تتبلو ما في المال ب 3000 ريال. خيشات ديال النخال ب 2500 وديال الثمن ب 3000 ريال. شنو هو المال؟ عندنا احنا عارفين هو قرا ما عرفش الثمن دابا يا كان سكري عارف الثمن شحال مليون و50 ما باغيش تذبحوه باغي تبيعوه غادبحوه اه زوين خاصك شي نشقي تما هما ما يطيح شقي معاه اييه غادبحوه في محمد ان شاء الله سلعة البيع هذه. هاتم مصطفى تاعي سعيد حار مراو في بن حميد. كزار في بن حميد. الله يحفظك. انا عم بوري شحال هذا الرزاق الله مليون وجوج. سويت. ما لحقش 1000 ريال. الله الخير موجود الحمد لله. ما لحقش. اول كساد راه كيبني. شحال؟ مليون و30 الحمد لله. باش خدتي؟ فيهاش خد. انتوما بالمشروب فيه؟ خديتو بوحدي السي زيتون ما كتشرقش. ياك؟ هذاك السوق خدنا الغولدي وخدنا على الروب، ما كاين لا سلعه والسوق غالي. ياك؟ راه كاين ما يدار. شحال الثمن تاعو؟ هذا مليون شحال يتقام؟ شحال يتقام؟ هذا غيتقام ب 1000 ريال. صافي. شحال يتقام؟ الله يحفظك ويحفظك. صبر خويا ولدو. صبر اللحيه. هاد الناس من الحبده وعطينا لهم 170000. وصابوا مع ما بغاوش يبيعوا لي دار ما كاين لا بيع لا شرا هاد الشيء وقت ايام الليل باقا الظلمه ولا نفس ايام ما كاين لا شاري لا والو اه بالي ديال السوق اللي شرا شي حاجه كيربطوا في الحيط وبقى يشوف يبيعوا شي حابس ما كاينش والو واخا نهار السبت تباع شويه ديال السلعه تباع لا سلعه لا والو لا نهار السبت لا بيع لا شرا تقول لكم مرحبا بكم في 3 فيني والسلعه مليحه والسوبر كاين الزيتون ديال المرجي اخبار سيدي وعنده هو هذا وهذا عبد الرحيم بالزيتون تبارك الله على الزيتوني ها هو هشام كزار من القناة ديال المرجاني مرجان الزيتوني داكشي راه ممتاز هشام انتما ود هادشي داكشي راه رائع راه ما نعاودوش الهضرة الله يعاونك ياك خرج من عندكم من الكزار والبيجا والشرية عنده قناة يلا قولي مالوش الحمار هذا راه هو مو الطربوش الحمار اللي قلت لك ولاد عبدون هو هذا حبي ود مجيد هذا ولاد صحابي شارك على الزيتوني والقناة ديالو ما حفظكم هادشي يلا راجل فيه النية لا 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 الموجود هذا حميد في فيدي كزار عاود رحمة تاو كان شاح تا كتي تاو قرا معاك في التصويره الله يربو عبد هنا هنا شد درهم ها 50 شحال عبد الغني شحال؟ وعبد الغني وعبد الغني 10 10 10 10 10 مليون جوج وعشرة 410 أشكرك يا مختار كي صفحة السبعة جديدة البهيمة خويا غالية صفحة اليوم غالية
ياك. هادي اش والدة حبسة؟ لا هادي والدة عجين بلجيكي. اش دايرة في السن؟ السنة هذيك. عطي لك شي حاجة فيها؟ راه 320. شاريها اليوم ولا؟ لا كانت عندنا في الدار. هذا المختار، انا صورتك المختار. شكون اللي غادي ينوب عليكم؟ اخويا البقا اليوم غالي ياك؟ ايه ويلي الماكله غاليه، البالة بال والخيشه ديال 8 بال، ورا الحمد لله فاش كاينه البالة بال واحد العام ما لقاوهاش. 24 نخالة و24 راه مزيانة، راه مزيانة. فاصة بالفين كانت 14 و 13 2000 بزاف. شحال كرتي اللي عطوك في هاد الجوج؟ هادو عطوني 62 23000 تاع الدرهم 62 تتبيع وشري تاع كسابي هادو ولا كساري؟ ها؟ لا كسابي كسيبة تاع الكسيبة هادشي. هذا باقي ما عطوناش فيه، هذاك بيض عطونا فيه 20. هذاك الزرق ولا البيض؟ بيض بيض بلجيكي هذا؟ اه بلجيكي. ديروا كسابي خاص بالكسابي. كسابي تيما تتكونوا في الثلاثة دافين؟ لا فيني في أي سوق فيه. ياك؟ اه. بدع وشراء. اه. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.